هل فعلا ما يضيف باحث امن الدوله بهذا الرقي في التعامل؟ اسال نائب المرشد. في الجزء الثاني من حديث الكاتب الكبير وحيد حامد لعمرو الليثي، يستكمل الحديث عن مسلسل الجماعه. نائب المرشد ما يتكلمش على الدراما لانه ما يعرفش فيه. ملف التوريث، هل توافق على فكره انتقال السلطه الى السيد جمال مبارك؟ هل يصلح او لا يصلح؟ لو قدامه مثلا الدكتور محمد البرادعي. انا مش انتقم. تزاوج المال بالسلطة. تقييمك ايه تجربة وزراء رجال الاعمال؟ صاحب بالين كذاب. وقضايا اخرى شائكة. قول لي رأيك ايه في الحزب الوطني بقى؟ هناك فساد بيبرطع. في اخوان في الحزب الوطني؟ ايوه طبعا، كتاكيد كترت في العش. انتظرونا في الجزء الثاني من واحد من الناس. في حاجة بقى لمؤاخذة زعل الناس كلها مني، اذا الرئيس مبارك رشح نفسه. الخميس 10:00 مساء فقط على دريم تيفي.